أيوة أروح عشان أروح من هي هي عيب هك تسمع هكذا خرجوا لك الوضع عيط لك شندي والله قاي أم كلثوم لو أم كلثوم شيء مع أم كلثوم لا تلقني يا روح يا أم كلثوم ما عندك صوت يا مروان لا عندها شني شني حقا هنا هي كيف جبت اسمها مغنية كما نبي كما شيمة بالعكس والله ما تختلف عليهم أضيف أنا عندها الصوت تف أنا عندك الصوت على بالي هاي الشمشومة الشمشومة الجبارة الصوت العذب الجوهر الفذع القاتلة الأصوات ملهمة الشعراء لا ملهمة الشعراء لأنها خطرش لها الشعراء ما يحوسوا عليها با يكتبوا لها هكذا يا شمشوم الجبار نواظرك على بالك والله غير دكتور قلت لي شمشوم تسمع يا روح 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 يروح يقني والله ما قدرت